عدنا إليكم من جديد مشاهدينا لين فقرتنا الرياضية بامتياز، وتمارين اليوم تمارين سريعة لنحت الجذع والمعدة هي حلم يراود العديد من الأشخاص، فما هي هذه التمارين؟ يجيبنا عليها جون بيير فغالي المستشار في اللياقة والصحة البدنية. جون بيير صباح النور. بونجور، صباح النور. صباح النور أيضا للصديقة اللي معاك. إذا جون بيير، اليوم تمارين الجذع والمعدة، تمارين معناها مهمة جدا، ماذا تتطلب تحديدا؟ مشي، بس بدنا نحن نكون مثابرين، يعني بدنا نقدر نضاين ونقدر نعملهم بشكل متواصل، بكفينا نعملهم ثلاث أيام بالجمعة لناخذ معدة حلوة. جميل، التمارين سريعة معناها مكثفة، تمارين قوية أو ما ضروري تكون قوية، في انتنسيتي معينة، في قوة معينة لكل شخص، بس مهم نعملها نحن الصبح قبل الشغل، يعني إذا ما معنا وقت نروح على النادي الرياضي. سو اخترت هيدي مجموعة التمارين لحتى بنعملها 10 دقائق 8 دقائق الصبح ومنكفي على شغلنا، نهارنا بكون خلص، يعني نهارنا بقية النهار ناكله اللي نحبوا عليه، ولا لازم يكون عنا اكل محدد؟ لا، بدنا ننتبه على الاكل كمان، في اكل معين، يعني بدك تكون عندك حمية غذائية لحتى تشيل طبقة الدهن الموجودة فوق المعدة، عضلات المعدة، لحتى تاخذ نتيجة حلوة مثالية. يعني لازمنا نقطع علاقتنا بالشيفوات مش نجموا نعملوا هالتمارين. بدك تشوف شيف فؤاد شو عمل لك. باهي يلا جون بيير، خلينا نشوف التمارين معك. يلا كوتش ميرا رح تساعدنا فيهم. نحن رح نحكي عن ثلاث انواع من تمارين المعده، تمارين المعده هون، تمارين الظهر اللي هي بتقوي الوقفه، وتمارين الخواصر. رح نبلش فيهم تدريجيا، يعني كل مجموعه لحالها وكل مجموعه لها ستريتشنج لوحدها. اوكي. يلا تفضل يا ميرا. نحن اول تمرين رح يكون هو تمرين المعدة من هون، راح نعطيها دمبل. هلا جبت معي عدة أدوات راح نفرجيك كيف نستعملهم تباعا. سو هيدي المعدة هون بكون عم اشتغل بس على المعدة على ميلة وحدة هيك. هلا بس ننقل على تاني إجر، بنشتغل إجرتين سوا، ساعتها بكون عم اشتغل على كل المعدة من النص، من فوق للنص لتحت. هلا بتشوفها مثل ما شايفها. هيدي بدنا نعملها 10 ترديدات كل وحدة منهم، يعني هدول بيكون مجموعهم 30. كل التمارين اللي نحن عملها ما رح تاخذ اكثر من 8 دقائق، يعني ما بقى في حدا يتحجج ويقول لك ما عندي وقت اعمل تمارين، بقى 8 دقائق الصبح توقع قبل 8 دقائق بتعمل هدول التمارين بتاخذ نتيجه كثير حلوه بالاضافه الى حميه غذائيه. جميل. مثل ما شايف نحن عم نشتغل بعكس البعض، يعني اجر بعكس الايد لحتى نشتغل اوبليك، ناخذ المعده من اولها لاخرها، يشتغلوا كل العضلات اللي فيها. بس نخلص هدول الحركات تبع المعده رح نروح نعمل ستريتشنج. ليش؟ لانه العضلات بيكونوا شدوا، بدنا نعمل لهم ستريتشنج. هلا مثل ما شايف مير عم تعمل البايسيكل بس بطريقه متقدمه شوي، ظهرها مش على الارض، ظهرها على الواقف، يعني بس قاعد لحتى تشد معدتها قدر المستطاع. وهذا المطلوب، انه نقدر نشد معدتنا وناخذ نتيجه سريعه منها. هلا في حال العالم بيقولوا لي انه انا ما فيي اعملها هيدي، في يرجع ينام على الارض، فرجينا اياها بليز ميرا، في يرجع ينام على الارض يجلس ويقوم، فبقى في عنا كذا اوبشن او كذا نوع من التمارين فيه يعملها من المبتدئين للمتقدمين جدا بالتمارين. حلو. بنخلص هيدول رح تبرم ميرا تفرجينا نوع الاسترتشنج اللي رح يكون لهيدي عضلات المعده، رح حط إليها حد منطقه الصدر وتشد لفوق، هون شو بنكون عم نعمل؟ بنكون عم نعمل استرتشنج. هلا فينا نعملها نحن كمان بطريقه ثانيه اللي هي بهذا الشكل، بنشد لورا نحن واقفين اذا ما بدنا نقعد على الارض، سو بتكون هون عم تعمل استرتشنج. بس نخلص هيدي التمارين رح ننقل على تمارين البلانك، رح تكون شوي صعبه مختلفه عن تمارين البلانك اللي نحن بنشوفها. هون بنبلش نحن للمبتدئين، فيهم يبلشوا بيعملوها لحدود الدقيقه، بكون كثير منيح، كل يوم بزيدوا شوي لحتى يوصلوا دقيقتين وثلاثه. بينما اذا بدنا بتكون متقدمه شوي بنبلش نقرب لقدام ونرجع لورا، هيك بنكون عم نشغل اكثر عضلات، بدنا قوه اكثر لنحافظ على البوزيشن يلي اخذينها نحن. مثل ما شايفين ميرا بلشت تحرك اجريها شمال يمين، نحرك عضلات المعده من تحت ببوزيشن البلانك. رح ننقل بعد هيدي على بوزيشن اصعب شوي، رح تكون هيدي بوزيشن على ايد واجر. سو مثل ما شايف نحن عم نضلنا على ايد واجر، والايد والاجر الثانيه عم بصيروا بالهواء. سو هون صرنا شوي متقدمين بالتمارين، صار بدهم قوه اكثر، صار بدهم عزم اكثر لحتى نعملهم. فينا نوع من انواع البريك دانس. ايه كمان في فيها وحده. كمان نحن بهيدي الطريقه فيهم ما يعملوها، يعني مبتدئين، يعني مش يوقعوا، عرفتوا الفكره؟ سو بس يوصلوا لمنطقه معينه من التمارين فيهم يقدروا
يقف على ايده اجر بيقدروا يعملوها، مثل ما شايف هلا ميرا عم تدق بركبتها، اذا بدها تصعبها اكثر فيها تدق باجرها من تحت، فرجينا اياها ميرا، كيف؟ بصير بدها وقت اكثر لحتى ضاين على ايده اجر. سو هول تمارين مثل ما شايف ما عم ياخذوا كثير وقت، عم نعملهم بدنا نعملهم 10 مرات كل ميله، عرفت كيف؟ وبنمشي ورا بعض تباعا لحتى ناخذ معده مثاليه وحلوه، وهون يوميا ثلاث ايام بجمعه بكفي لحتى ترتاح. هون شو عم نعمل نحن؟ نحن عم نعمل انه عم نشد عضلات الظهر، ما بكفي انه نحن نشد عضلات المعده لانه بتتغير البوستشر تبعنا، بدنا نشدهم من الميلتين، سو نحن ما نكون واقفين بالطريقه، هون بده يشدوا هون بده يشدوا لحتى يكون في توازن بين العضلات. بس نخلص هيدي مثل ما شفنا ميرا عملت ستريتشنج، رح ننقل على السايد بلانك لنشغل منطقه الخواصر، مثل ما شايفين ميرا صارت على ايدها وعلى الاجرتين، هلا رح تعلي اجر من ميله، رح تشوف الستار بوزيشن مثل ما شايفها، هون بكون عم شغل عضلات الخصر من هيدي الميله. هلا في حال بدنا نصعب لها شوي لميرا بنناولها نحن الدمبل مثل ما شايف، وبدها تنزل فوت الدمبل جواتها وترجع تطلع بلا ما تدق بالارض، اذا ملاحظ هي بعدها على نقطتين واقفه نفس البوزيشن. سو مثل ما شفت بلشنا من الحركات الهينه وبلشنا نتقدم 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 ليصيروا اصعب اصعب اصعب، فينا ننقي منهم مش ضروري نعملهم كلهم، كلهم بياخذوا 8 دقائق تقريبا، راح تنقل لتشتغل كمان المعده بطريقه العصر اذا بدك او طريقه الكرانشز بس علامات الخصر مثل ما شايفها. بس لانه عاده هالمنطقه هذه تجمع عدد كبير من الدهون معك. ايه هلا هي بتجمع عدد كبير من الدهون عليها، بس نحن الدهون بدنا نشيلها بالحميه الغذائيه، هيدي التمارين لتظهر العضلات وتخليهم قاسيين بيقدروا يحملوا جسمنا من النص. جميل. مثل ما شايف هلا عم نشتغل كنا بعكس بعض، وهون ننزل ونطلع كمان لنضل الستريس او الضغط اذا بدك على عضلات الخصر. رح فرجيك تاني ميل كيف بتكون العمليه، لانه الجسم منه متوازن مثل بعضه، ميلي رح تكون اقوى من ميلي. بتفرجينا ستار بوزيشن عم المعروف. سو اذا بتلاحظ هلا ميرا بلشت منا ستابل او منا ثابته 100%، بلشت كليبر اقل. ليش؟ لانه العضلات ميلي بيكونوا شوي اضعف من ميلي، عرفت كيف؟ شوي شوي صغيره يعني يمكن ما تلاحظهم انت حتى. سو بس نخلص هيدي رح نقعد على على المات، رح نعمل الروتيشن يلي هي فينا نعملها بالدمبلز او بهول كل المعدات، رح نبلش بالدمبلز مثل ما شايف، ننقلها من ميل لميل وبنروح، فينا نعملها 10 مرات، فينا ناخذ الطابه كمان نشتغلها. هلا هون بالطابه فيني انا اقعد حد ميرا، رح فرجيك كيف، ونشتغلها اثنيناتنا سويا. اذا بدك بهيدي الطريقه بتناولني ميرا، انا ببرم برجع بناولها اياها ببرم بهيدي الطريقه، سو هيك بنكون اثنين عم نشتغل، سو اذا اثنين بدنا نحمس بعض فينا نشتغل بهيدي الطريقه. هلا فينا كمان ناخذ الماجيك رينج نشتغلها. هون الماجيك رينج ليش؟ شو اهميتها؟ اهميتها انه انت بدك تضلك شادد على الماجيك رينج، سو انت عم تشغل هيدي المنطقه كلها مع المعده. سو هون بيكون عندك بلس. بس نخلص هيدي رح نقوم نعمل ستريتشنج لعضلات الخواصر مثل ما شايف ميرا رح تعملهم بهيدي الطريقه شمال ويمين، وهيك تقريبا بيكون خلصنا 8 دقائق تبعنا يلي هن التمارين الصباحيه يلي ما حدا فيه يهرب منهم، بيعملهم بكل سهوله اذا بدك. انت فيك تعملهم. كان ميرا تعبت يعني التمارين هذي تعب السباحه. بس انا قلت لك انا قلت لك فيك تنقي منهم. هلا نيكست تايم المفروض انت تيجي تعملهم ساعدنا. نوعدك جون بيير ان شاء الله في سنه 2020 لانه سنه جديده والواحد ديما ينوي عليها التغيير، كما السنوات اللي عدت كل سنه ننوي على الرياضه، ولكن انا كل سنه بسمعك بتقول لي السنه الجايه رح اعمل ان شاء الله يعني على 2030 ده اللي بشد الرياضه. شكرا لك المستشار بالصحه واللياقه البدنيه جون بيير فغالي، ايضا كوتش ميرا شكرا لك على حضوركم على اليوم، شكرا لكم مره اخرى.